جارة الجائزرية قالت لي اوعك ترمي قمع البامية تاني يا حبيبة قلب، علشان دي بتحل مشاكل كتيرة اوي للسيدات وللرجال وللاطفال، وطبعا ده هتوفر لك اكتر من 7000 يا حبيبة قلب. هنرشها كده، هرشها بالمعلقة كده بالمكون الجميل ده، وهكمل الوصفة بتاعتنا. وتعالى اقول لكم بقى هنوفر ازاي 7000 يا حبايب قلبي. هنصلي على رسول الله كده يا حبيبي عشان نكسب الثواب مع بعض. هنجيب كده حبة من قمع البامية، وهنحط عليه مجين من المية، وهنولع عليه على البوتاجاز اكتر من ربع ساعة. انا عاوزه قمع الباميه ده يستوي خالص لغايه ما تحس هو ان استوي خالص، طفي عليه البوتاجاز كده خلاص استوي خالص كده يا حبايب قلبي. هنستنى بقى لما يبرد كده، وتعالى اقول لكم هنعمل ايه. هنجيبه كده وهنحطه كده، يا اما تضربيه في الهاند برندر يا اما تضربيه على الخلاط، اهم حاجه تضربيه ضربه حلوه قوي يا بنات. قبل ما تضربيه هنحطه معلقتين كده من النشا ومعلقه حلوه من زيت الزيتون، وتعالوا بقى نضربه ضربه حلوه كده. خلاص ضربناه كده لغايه ما تحسي ان هو خلاص كده ما فيهوش اي تكتلات ولا اي حاجه. هنجيب كده شاشه من عندنا حبيبه قلبي كده، وهنصفي المحتوى بتاعنا الجميل ده. دي وصفه رائعه 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 وجميله يا بنات، وهتريحنا كتير قوي، ومش هنصرف اي فلوس تاني خلاص كده وداعا للمصاريف الاوفر قوي. ده كرياتين او بروتين يا حبايب قلبي للشعر، جميل جدا جدا للشعر. هتحطيه على فروه شعرك كده وتغلغلي شعرك من اوله لاخره كده، وتخليه اكتر من ساعتين يا حبيبتي، وبعد كده تشطفيه بميه فتره. ويا ريت تقولي لي كده بتتابعوني من انهي بلد يا حبيبتي، واهلا وسهلا بالجميع، وكل سنه وحضراتكم طيبين. ده خلاص حطيناه كده، ده هيفرد الشعر، ومش هنعمل استشوار ولا هنكوي شعرنا، وهيبقى جميل تعملي وتتهني. وكل سنه وحضراتكم طيبين.